كيف الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزاك خير ويرحم والديك. حياكم الله اعزائي المشاهدين والمشاهدات، لمن يتابعنا عبر شاشه قناه بدايه، ولمن ينضم الينا عبر بث اليوتيوب. اليوم يوم 80 من تاريخ برنامجنا، برنامج زد رصيدك بنسخته التاسعه. مطبخنا مطبخ القريه اليوم انا اشوفه متميز صراحه بالنجوم اللي معي، ابراهيم بوهمين، دحام بندر، وكذلك نواف السند. اليوم إن شاء الله تكون حلقة متميزة نتميز فيها، لأنه اليوم أصلاً حنا بالرقم متميزين، رقم 80. يعني لما يكون المطبخ مشعلل، لما يكون المطبخ مولع الدنيا، بيقولون إنه مطبخ يوم 80. نرحب فيكم. اليوم مقاديرنا سهلة جميلة خفيفة لطيفة. اليوم محضرين للشباب صراحة، مسهلين عليهم أشياء كثيرة، يعني ما بعد كذا تسهيلات. يعني اليوم عندنا مكرونة، عندنا في الضفة هذه برضو مكرونة، يعني عشان ما يقولون الشباب أنه ما عندنا يعني تكافؤ بالطبخات، عشان كذا ها جبنا لكم اليوم كل واحد مكرونة. فرحب صراحة بالجميل إبراهيم أبو فمين، والحمد لله على سلامتك، قرت عينك بشوف والديك، الله يبارك فيك يحفظ لك من تحب. ويا مرحبا ونورت الدنيا. وكذلك رحب بالجميل دائما والأنيق، واللي نشوفه ترى ما شاء الله تبارك الله مع الشيبان، مع المطبخ، مع كل الفقرات متواجد. دحام هذا من الناس اللي صراحة ولا قصور في بقية الشباب، بالله تقدم تكفى، أبشر، ولا قصور في بقية الشباب، بس الله يكرمك، بس الله يكرمك، يرفع قدرك. وهذا اللي نقوله ما شاء الله تبارك الله، يعني اللي يحترم جمهوره ويحترم ناسه ويحترم الناس اللي تتابعه. فدحام متواجد طول بث. دحام أرحب فيك. الله يبقيك يرحم والديك. وخليني قبل ما أبدأ فقرتنا اليوم أقول لك، ماذا لو عاد معتذراً؟ إيش تقول؟ أقول ماني بلا ضعيف ولا قصير شبوح. الله. ماني بلا ضعيف ولا قصير شبوح، شبحي بعيد وما قصر يوم دونك، لا تعتذر ولا تجي، رحم مسموح، من رفع عوبك خلهم ينفعونك. ونعم ونعم. طول عمرك. خله يروح ها؟ رفع قدرك. الله الله. أي والله خله يروح. بيض الله وجهك دحام. طبعاً جماعة الخير نعتذر عن عدم تواجد بندر المطير اليوم لظرفها الصحي، وبشركم انه طيب اللهم لك الحمد. بس تغييرات الجو والامور هذه يعني تحدث في البرنامج وتحدث في الاجواء، فالرجل يعتذر، وبديله اليوم محمد اليابسي. مرحبا. وبيكون ان شاء الله بندر المطيري بديل لمحمد اليابسي يوم الخميس باذن الله. حياك الله. هلا يا نواف. ها بندر المطيري بعد انت محمد اليابسي وبندر المطيري. وبندر المطيري لا، بندر مطيري بيكون يوم الخميس ان شاء الله بدأ. يوم الخميس يصير بندر مطيري ومحمد اليابسي. اه كذا انتوا ما شاء الله تبارك الله روحين في روح يعني. نعم. الله ما شاء الله تبارك الله. هذا امام الكاميرات بس يا محمد ولا كل تفاصيل؟ اعوذ بالله في كل محل. تفضل يا شباب. معك نوف الشهراني فقط. شو نسوي؟ لا هذه طبعا خلاص احنا طلعنا فيها. شاعر احيانا. نواف انت مع دحام؟ حياكم الله شباب. انت شفتوا المقادير؟ طلعتوا على المقادير يا نواف؟ احنا نمشي على كف القدر. الله. ولا ندري ايش المكتوب. حياك الله يا نواف. بما انك يعني اليوم حلقه انا قلت لك مولع الدنيا، وبدايتها صراحه بدايه خير، بما انه شباب يعني كلهم حاضرين بروح حلوه والله، يعني ما حد صحاهم ولا حد جاهم ولا حتى انا جيتهم ولا حتى الاعداد جاهم، لكن صراحه هذا 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 قال لك الختام الاسطوري، هذا لا قال لك القفله الحلوه. صنجان يا ابو عبد الرحمن قال مشينا ترى عندنا كشته، عاود لبست يعني عندنا فله ما عندنا مطبخ. ما درت ولا طلع مطبخ ودنا الحلوه. يعني لو قال لك مطبخ ها البس كذا شوي عجيب. طيب نواف اقول لك شيء بكل صدق، البيك انا خليك من الطبخ الان، اقسم بالله العظيم اني صادق، وانا والله ما احب اكثر الحلف، لكن تابعت فقره زوايا وانا قلت لك امس خلف الكواليس صح ولا دليل اني صادق، واقولها الان امام الهواء، اجمل فقره فيها مواجهه مرت على برامج الواقع، مليئه، ضيفها مليء، محتواه مليء، السي في تبعه مليء، ما شاء الله تبارك الله. والله يا اخوان
يا عيال والله انا 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 خوي للرجال ذا من 2017-16 اول مره ادري بالسفيل القوي ذا. صوروا معه ترى يستاهل. صوروا معه صوروا معه الله يرحمه. صوروا معه وخذوا معه صوره تذكاريه. صوروا له فيديو بس فيديو خدعه. أهنيك أهنيك والله جمهوري كثير. معليش معليش تحمل جمهوري 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 من مكة يا الله من الطائف الطائف. هلا الغالي يا مرحبا. اليوم المنشد نواف السند حبيبي حبيبي. كيف الحال؟ والله بخير. معي صديقي أبو ماشي. هذا مين؟ شحام الحيكة صديق المؤثر. صديق المؤثر الله الله. أنت أنا المتأثر. أنا المتأثر ما المؤثر. لا والله أنك والله عند أبو سعيد ما شاء الله تبارك الله عليك. أنا نواف صراحة عيني عليك بارد أقوله ما شاء الله. الله يرفع قدركم. شكرا. يعني السي في والله أنا خويك تفاجأت منه. الله يرفعك. شكرا. أنت بنفسك متفاجئ. نسيت. طيب شباب نبدأ بإذن الله. نبدأ هالحلقة الجميلة. نبدأ يلا توكلنا على الله سبحانه. معاك يا الجميل. نلبس يا شباب إذا بعد إذا حابين. إذا حابين إذا مو حابين ترى قولوا لي عادي. لا لا حابين والله. إي والله اليوم زد رصيدك 80. وخلونا نبدأ بسؤال الفقرة اللي بيكون معنا على هاشتاج زد رصيدك. زد رصيدك 80 واللي موجود في حساب قناة بداية في منصة إكس. السؤال يقول ما هو اسم السمك الني الملفوف الذي يتم تقديمه في المطاعم اليابانية؟ السؤال يا شباب ها؟ السوشي. في أحد ما يحب السوشي؟ أصلا أنا عندي مشكلة مع الناس اللي ما تحب السوشي. أنا عندي مشكلة. تحب السوشي؟ لا تخليني أسألك إيش أنواعه. أنا أجي أقول عطني سوشي واحد. بس 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 حلو. تعلم بدري كذا. جميل جميل محمد. إبراهيم هلا أبو سعيد. السوشي نعم طبق رسمي عندنا يوم الجمعة في المنزل ولله. السوشي عندنا يعني أصناف خل عشان إيه طيب أوكي. أصنافك بعد صلاة الجمعة طبعا في بعض العوائل في السعودية يتغدون سمك. صح. يعني روتين صح. يوم الجمعة عندهم ما تعب روتين. بعضهم يتغدى لحمة حاشي لحمة غنم لحمة. أنت وش تتغدى؟ لا سوشي. سوشي سوشي. الوالد سوشي. سوشي. الوالدة سوشي. الأسرة كامل. الأسرة كامل سوشي. سوشي الله 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 تقرأ رسمية وخصم ترى الله 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 الله. جميل جميل صراحة. قلت لك في بعض العوائل تتغدى على السوشي يوم الجمعة. هذا من ضمنهم إبراهيم أبو همين. لا والله البسه بشير بس. أيوة. سعد يمينك على مطلق بس سعد عصبني العصابة الحمراء. طيب دحام السوشي لك علاقة فيه؟ سوشي من بعيد البعيد. من بعيد يعني علاقتك معه شوي مو إلا الآن ما تقوت. هو حساس فأنا أحاول أخلي. جميل جميل. ترى بعضهم عندهم حساسية حرفية من السوشي. طيب نبدأ يا شباب. توكلنا على الله. المتصلات جاهزات يا شباب. يا ليت بس عشان ما نسوي فلة وحفلة نروح كل واحد مكان. يا شباب أبطال أبطال. لا دقيقة دحام بما أن أول من حضر معي له الحقية نختار أي طبق. تفضل دحام. يا أختار أي طبق. خلنا نشوف دي. طيب أحرجتك. بس ما الله الرحمن الرحيم. خلاص. وين تبي وين تبي؟ أنت تبي. يلا هناك. يلا. هنا هنا. أعطوني المتصلة جاهزة يا شباب. لا تحسب لنا حوسة. شباب أسمعكم في الكنترول. يلا. ناخذ. أنتوا كل مايكاتكم أمورها طيبة. أنا بس أسأل بس. أنا ما أتمنى لكم الخصم. آه يا قلبي آه آه آه. المس قلبي نواف. قلبي قلبي المس قلبي. أنت. أنت. انت انعاش قلبي رئوي صح؟ إيه. وتلمس القلب هنا؟ انت تقول هنا اختبرتك. اختبرتك تبغى صدق؟ لا في صاحي اختبرتك تبغى صدق. هذه النوار حشرتك. خمس سنوات راحت على الباب. فارت في مطبخ. يا اخي قلت لك المطبخ تجيه ادلخ. يلا بناخذ المتصله. من معي يا شباب؟ اعطوني اسم المتصله. سمع. معي عائشه او الفريق الثاني؟ طيب السلام عليكم. الو اهلين. حياك الله. الاخت اسماء المالكي صحيح؟ ايوه ايوه. حياك الله يا اسماء. اسماء تسمعين الصوت واضح بالنسبه لك؟ ايوه اسماء. طيب ممتاز جميل. اسماء الاسبوع هذا اخر اسبوع لفقره المطبخ ولي اتوقع اغلبيه الفقرات.
أسماء بيكون اليوم آخر مشاركة لك؟ إن شاء الله. طيب هل في كلمة توجهينها للشباب، للإدارة، للطاقم، للقناة؟ المساحة والوقت لك، تفضلي. كل شيء كويس والله، ما في شيء عندي أقوله. الحمد لله. طبعا يا شباب ترى رهبة الهواء، الهواء له رهبة، وجودي ترى يعني وجودي له رهبة. إيه؟ مرة ثانية يعني للسنوات الجاية تسوي فقرة مطبخ، عدل فيها شوية، نعدل فيه يعني، في اقتراحات برات كانوها كثير شكله. في ايش؟ في اقتراحات يعني تحسنونها. بالعكس، كلنا كلنا تيم واحد، ونستقبل كل النقد، ونستقبل كل الاقتراحات والملاحظات، وبالعكس كلنا نسعى للنجاح. أسمع معك ثلاث دقائق، ومعك إبراهيم بهمين ومحمد اليابسي، تفضلي. تمام. حياة الله. أول شيء أول شيء أسلق المكرونة. حلو. بعدين في طاوة حطوا الزيت والبصل. أيوة. والفلفل الرومي قطعوه. حلو. وبعدين تحطون صدور الدجاج تقلبونها. أيوة. والبهارات الموجودة وملح. حلو. نفس الأول. بعدين تحطون الذرة. أيوة. نفس حقة الذرة. وبعدين تحطون ملعقتين كبار معجون طماطم. ممتاز. وملعقتين جبن. أيوة. بعدين تحطون كريمة. حلو. كذا بالنظر. وعلى الكريمة حطوا شوية مويه كذا، بس قليل يعني إنه. حلو. تمام. ممتاز. بعدين تصف المكرونة وتحطونها على الصوص هذا. كيف؟ على المكرونة حطها على على الدجاج. أيوة. إيه بعد ما تصفونها بعد تنسلق. حلو. بعدين شو اسمه؟ تحطون جبن موزاريلا موجود. حلو. مو كل الكمية، حطوا شوي وقلبوا المكرونة، ما تكون ناشفة يعني، إذا كانت ناشفة زودوا كريمة. زين. بعدين تجيبوا البصير وتسووه زي الصحن كذا يعني، طبقتين قصير. حلو. وتحطوا المكرونة جزء منها، النص يعني، النص هنا ونص هنا. خلاص. وتحطوا عليه جبن موزاريلا وتقفلوه وهو حار. حلو. بس لوقت التقديم كذا لما تفكوه يكون يعني فيه جبنة. تمام. واضح واضح. بس فالك الفوز ان شاء الله، ابشر بالفوز. فالك الفوز. الله يعطيك العافيه. الله يسر امرك. يعافيك. شكرا يا اسماء المالكي. شباب معكم مكتره. هلا. لا لا الله يعطيك العافيه. امورهم طيبه. كل التوفيق لكم، كل التوفيق لكم. الطبخه قد فاز علي فيها محمد اليابسي. صحيح. نعم، قبل مطبخين. واليوم انت معه. واليوم انا معاه وان شاء الله فعلا فوز. الله الله الله. اتوقع ان بنخسر. دمك معي. خلها تمشي يا نواف، انت برضو لازم تحشر. انت ليش كذا؟ انت مشي الليله. مو مشي والله. الله يهديك. انسى انسى، انت دور قلبك في اليمين. صح. مشكلتك عندك النسيان. النسيان والدليل انك نسيت الانجازات اللي انجزتها في حياتك يا رجال، عشان مشكله النسيان. قل ان فضل الله سبحانه. الله يوفق ذا الوجه، وان شاء الله من نجاح النجاح انت وبقيه الشباب. شفت نفسي يا ولد. ترى التواضع جميل يا شباب. لا يا عائشه، السلام عليكم. يا عائشه، الاخت عائشه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه. عافيك ان شاء الله. نقول ان شاء الله في نهايه الاسبوع، عساك رضيتي علينا يا عائشه. نقول ان شاء الله، الله يجعلنا نشوف في على المراتب ان شاء الله. بالله تحيه كبيره. في المطاعم ان شاء الله يا رب. اللهم لك الحمد. ارفع ارفع اليدين، ارفع اليدين. اللهم لك الحمد ان الاخت عائشه الشهري رضت علينا ورضت على فقره المطبخ. الحمد لله. الله يوفقك. والله العظيم اني اقولها وانا صادق، انكم تهموننا، تهمون فقره المطبخ، وتهمون عبد الله الجميري. زعلكم والله يهمنا، ورضاكم هو الاهم. الله يسعدهم جميع يا رب العالمين، وإن شاء الله نتمنى لكم الخير يا رب. يا رب وفالكم التوفيق. وبما أن هذا الأسبوع نهاية الفقرات، لابد نتصالح مع كل الناس يا شباب، مو يعني مسألة نزعل من الناس والناس تزعل. هذا شهر فضيل، نقول الله يجعلنا وياكم المقبولين فيه يا رب. اللهم آمين، ويبلغنا وياكم شهر رمضان. وياكم آمين. لا فاقدين ولا مفقودين، ويرحم من مات يا رب العالمين. ثلاث دقائق معك نواف السند ودحام، تفضل يا أخت عائشة. الله يسعدك. حياكم الله يا شباب. الله يحييك، يا هلا وسهلا. هذه مكرونه وسويتها بسيطه، مضغوط. ها؟ صحيح. مضغوط. اي ايوه. تكشنون البصل بعد الدجاج والبهارات والطماط. حلو.
تحفظ. أيوة. لا بحفظ. إيه؟ خلاص البصل بعدين الدجاج بعدها الطماط والبهارات. والبهارات. أيوة. الزيت مع البصل يعني. أكيد أكيد. كلام. طيب. أيوة. وبعدها تحط الموية وبعدها تحط المكرونة والملح. ها؟ وتشوف الموية تقدر الموية أهم شيء على أساس ما يطلع المكرونة معصودة ولا تطلع تقعد. كم نخليها تنضغط 20 يعني ولا... خلها 10 دقائق 12 دقيقة ترى ما تاخذ وقت المكرونة هي متحمسة ايوه ما هي مضغوطة في القدر الضغط ايه فاهمك فاهمك الموية مقدارها كم اللي ما يغطي مرة يعني شوف ما انا ما ادري عن الكرتون مكرونة نص انا ما ادري ايش لا لا خلاص يعرف نواف يعرف شكرا لك لا تنشبني لا تبغى يشبري ترى دحم والله ما اعرف انا بالاخير لا خلاص اعطينا اجل اعطينا الله يوفقكم ان شاء الله المويه نخلي نغطيها بس الكميه المكرونه اللي بنحطها بس لا تعدى تعدى يعني خلها زي الرز او زي اكثر الرز. شوي ايه تمام طيب الدجاج نقطع تقطيع صغار اي تقطيع صغار ها ايوه مقطع الدجاج صغير تمام تمام خلاص بس شكرا لك والفلفل الحار والبارد حطه لا تنسون عشان متى ذا الفلفل الحار والبارد سوا معاها ترى كله مضغوط على اساس انها مضغوط كله سوا خلاص تب شكرا لك الله يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا لك لا لا خلاص يا ما العافيه ابشري بس شكرا يا اخت عائشه فالك اتمنى بسلامتكم ان شاء الله امين جزاك الله خير ورحم الله والديك وشباب يعني الاخت عائشه وكذلك الاخت اسماء انت معي يا ولد طيب ايش انت ايش عندك فرط حركه انت هذا عندي فرط هذا والله عنده حزام اسود قلت الله يصبح قام يشخص عليك في حزام اسود ابوه يعني ابوه بيجي يضربك هنا ولا كذا لا تدرب عليه بس ترى ايش ذا اللي تقوى فيه ايش فيك انت يا لا الواحد لازم يتدرب يا لا عيد السالفه كامل لو سمحت ابوه لازم يعني عطني اي حركه وسواها ابوك في البيت تيكوندو كاراتيه كان مدرب ترى صدق كان مدرب كاراتيه حزام اسود صحيح والله نعم مع صالح عريض الله يذكره ما شاء الله ايه سلمت اي حركه طيب عادي سوي انا حركه احنا نصدق لا انا ما اعرف ما عرفت واجد لكن تسوي كذا ايوه ايه صح هذه شفتها هذا شفته عند ابوه شفتها في اي يوم جيتنا حايل هكريا تطبيق التايكوندو قابل يوم جيتنا حايل يوم لكنك ابوي يدرب عليك الله الضربه ذيك قشره ضربني هنا وحده اوه انضرب ايه يتدرب ويا بيدربنا مقام انضرب يدربنا الله يطول عمرك ايه مقام الوالد ما تقدر تقول له شيء الابن ما يعيد تقول لي لكم على وجهه كذا عشان تدرب من باب التعليم نعم هذا علمه اذا عنده انجازات لا يقطع الكاميرا والله عشان عندك سكين احنا في يوم وخر احنا يا شباب لازم تعرفون بعطيكم معلومه ايش رايكم تجون جنبي هنا اعطيكم معلومه انت فريق شباب اعطيكم معلومه بس بيني وبينكم ها تفضل الاسبوع هذا الاسبوع الاخير حاولنا نقنن شوي الادوات المطبخ عشان يكون عندك الصبر ويكون عندك انك تحاول تدبر اي صح شيء مفقود موجود من الموجود احنا موجود تحسبونها ضاعت شيء مستحيل عندك يدي يا ابو سند شوف قطع فيها الدجاج اللحم اللحم قطع بسلونا قطع صغيره هذا اللي هذا الحماس القوه الاراديه الـ 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 من داخل من ايش من داخل من الاعمال صفقوا ال 45 دقيقه يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم التايمر تكفى خلاص التايمر قال لك كنترول يا كنترول طلعني في ال 45 دقيقه ارحل يا كنترول ورحني معك سم صوت بسم الله الرحمن الرحيم بدينا بال 45 دقيقة توكلنا على الله سبحانه زين دقيقة الله يا خصمون ما فيها ما في ما في انا قلت لك انا قننت انت معي يا ولد انا اقول لك قننت ها قننت يعني ممكن ما تلقى قلبز ما تلقى سكين ما تلقى قدر حاول انك تستخرج من القرية اي شيء ضايع في المطبخ حلو يا نواف ابشر ابشر ما عندك مشكله بس عاد يا ابو سند عندك مشكله وافي والله اصبر يا ولد انا والله ايش بغيت علمني بس انا بلمح لك كلها من الكنز وين وين انت وش اللي فاقد هذا جذي انت فاقد ايش علمني فاقد كنت الله الله هذا الجواب اللي كنت انا انتظره انا جنبك حبيبي انا معك هذا اكبر في البرنامج معك. قبل البرنامج حتى بعد البرنامج الى بعد البرنامج صيفي بس اتمنى صيفي اتمنى انه ما تتكبر علينا احنا يا اخوياك اللي قبل بعد ما تكون يعني بعد البرنامج ثوث جاكو العيال ها رجع زين اذا بثيت
لا لا لازم توعدني يا نواف. اقدر ما اقدر مداوم سبعة لسبعة يا رغاية. طيب يا نواف ما ترمي كل اوراق كذا على الهواء. لا صادق لا يا نواف لا ممكن انه تخلق من دوامك محتوى عندك في السناب عادي. ثقف الناس صدق. خلاص لا تجاوب ادري انك بتجيب نفسك العيد. اهتم بطبختك استاذ نواف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله شوف شوف لما اقول لك بالله يعطني زوم يا مخرج هنا. شوف لما اقول لك المتسابق يخلق من لا شيء شيء. هذا دحام هذا دحام هذا التقطيع راضي عنه. هل تتوقع الشيف عايشه راضي عنه؟ ما هي ماكله هي امشي ان وانت صدقت انه ما في سكين. دور السكين لا توجع نفسك دحام. بارده بارده ثالثة. لا توجع نفسك حرك اصابعك عشان الدم. ايوه تفضل روح في اي مكان دور سكين. صدق ما في سكين باقي حبه. يا خذ راحتك نواف. دحام خذ راحتك نشوف انا وياكم دحام الان. هذا لا يقول لك هب ريح لا طلع بر يشل اخوياه ويشل الجلسه ويطبخ دحام. هذا اللي اذا مدحته تحمس. الله الله يا دحام الله الله الله. ممكن لو اعطيك يدي ممكن تقطعها من قوه الشراسه والق... الله الله الله. انا وياكم صراحه في الضفه الجنوبيه من المطبخ. رحب انا وياكم بالمكرونه. عطني شباب ارجوكم رحبوا رحب المكرونه. ارحبي ترحب لا افتح القدر يا مرحبا حياك الله. لا عط المكرونه قدرها اليوم. صح. والله يا لو ان المكرونه رجال يمدي داخل انا فلبشت. الله الله حدث المكرونه عينك كلامك موجه للمكرونه. يا طيب تن مضاريب الله. يا فكاك تن شايب الله. يا راعيه الاولى الله. كل علم طيب فيت الله. والله انها من اطيب. قل له وش تبين اكرمك. تبغين زيت؟ اعطيتها. الله زيت اعطيتها زيت واعطيتها ماء واعطيتها ملح. لا ملح تحب الملح. ويبي يجيها الدجاج يبي يجيها وش اسمها كريم الطبخ والجبن والموزانه ترى المكرونه والحمضيات والببس. يا مصلح محمد المكرونه يبغى لها لا 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 المكرونه يبغى لها رقه ترهيب. المكرونه يا حياتها ايه رقه يا مرحبا ايه شرفتينا. يا سلام والله انك من ازين الوجبات. ليش قصرت الصوت؟ ما له دخل في الرقه. ها ولا قصدك همس كذا عشان تهمس المكرونه؟ يعني لان قلت يا مكرونه ذله. اي صدق لانه في شوي صح. اي كذا حاجه بسيطه. بيض الله وجهك. الله من افضل الوجبات اللي يا ربي اذا ترى. ولا ووضح له انه ترى شباب دقيقه في سكين. هذه سكين قطع. هذه سكين. لقيت سكين يا شباب. ايدي ايدي لقيت سكين لكم يا شباب. هذا بصلنا بصلنا بصلنا. طيب قبل بصلكم دجاجنا. قطعت دجاجكم قبل دجاجنا. شوف شوف لا 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 يا لا 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 الله ما اقدر هنا كيف يا لا لا لا. كل التوفيق صراحه للمكرونه والدجاج الذي وضعت بيد ابراهيم ومحمد اليابسي. ابراهيم اشوف بيدك دجاج للامانه لو له لسان كان نطق بالالم. الله الله نطق بالحزن. قال دوبك دوبك علي من حرم عيوني سام. حدثني يا ماذا لو الدجاج منقرضا. لا تجيب شيء احنا الامور طيبه. لكن ماذا لو الدجاج قدر يتكلم ايش يقول؟ يقول شكرا على العناية والاهتمام اللي تقدمه. خلص من نعتني بالدجاج أي ما اعتناء. الله تغدى دجاج تعشى دجاج بعض الأحيان آخر الشهر. ما تشوف هذا في إجحاف في حق الدجاج أو عفوا إجحاف في حق اللحم؟ لا وكأنك سحبت عليه شوي. اللحم يتربع على عرش البروتين. جميل. اللحم يكرم به مثلك وشروان. الله يطول بعمرك. عرفت ولكن يعني دجاج يبقى. بما انك الان امام الدجاج والدجاج امامك الان تحت رحمتك يا 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 ابراهيم ما تحس انك شويه قسيت على الدجاج؟ لا بالعكس. هذه الطريقه الصحيحه للدجاج وتقطيع الدجاج. والدجاج يحب من يعطيه اهتمام اهتمام وقدره نظره خافقه. نظره خافقه لا ما شفت الخفق بس قلت كذا. طيب نظره ثاقبه. الله 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 الله, الله, الله. الله يذكركم بالخير ابراهيم المعيدي. الله 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 جميل مقدم جميل. وانا من الناس اللي استمتع صراحه اذا وجد على الشاشه يضفي للبرنامج الشيء الكبير يعني. طيب اذا في انتهاء تقطيعك للدجاج وصيتك الاخيره لكل بقيه الدجاج الاحياء
وصيتي لكل دجاج الأحياء أنهم يهتمون في أنفسهم ويسمنون أنفسهم، لأنهم ما يدرون يمكن يكونون وجبات سريعة، يمكن يكونون شوايا بروستد يعني برجر برجر، فتروح في الزيت نعم ترجع للشوي نعم رجيع يمكن تالف في المطعم. فأقول لكل دجاج أنها استمتع واستمتع بحياتك، لأنه ممكن في يوم من الأيام حتذهبين حتغادرين القدر أو الصاج أو إلا الدجاج. لا بس حلوة من إبراهيم صراحة، كلمة الدجاج حلوة من إبراهيم. بالله أنا أقول الدجاج. الدجاج جميلة منك، طالعة جميلة صراحة. الجيم. الجيم طالعة. لما تصير سنة على تلحق أختها. جميلة. شوف الجيم المفخمة هذه على علومة كانت الدجاج، يعني لها دلالة، عرفت؟ جميل. جميل. إبراهيم كل التوفيق لك. الله يجزاك. ورحم الله كل دجاجة تقف بين يديك. الله لا يجعلني دجاجة. لأنك تقطع بذمة وضمير، تقطع بعنف. نسأل الله أن يكفينا شرك. آمين. الله يجزاك. طيب. في الناحية الأخرى مش بعيدة طبعا عندنا إبراهيم اليابسي ضيفنا اليوم بديلا لبندر المطيري. محمد إبراهيم اليابسي ونعم عروف. وأنا محمد أبو ثمين. إبراهيم واليابسي. لا أصف أنت إيه. أنت إيه صح صح. أنت وين خيلك؟ معليش الخيل وين؟ موجود عن هدلان فأفا العصا، لأنه أشوفك كأنك زورو كذا من وراء. إيه بس من قدام. لا من قدام وإيش؟ مع الجنب بس. مع الجنب شايف خشمة تحسبه عصا. سوري سوري الخشم هو اللي مغطي عن الضفة. مغطي يلا. جميل جميل جميل. شغل الموضوع صحيح. تدري إنك تقدر تقلب خشمك؟ لا لا عدم دعوة. يلا شباب. هنا 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 لا 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 اليوم المطبخ جيتك منور مولع. لا لا أنا لازم ممكن أعصب راس. أنا تسمح لي أعصب راسي يا نواف؟ ضاحك ضاحك. والله العظيم اليوم المطبخ صراحة يعني تشكيلة مش عادية، يعني تشكيلة مش عادية، تشكيلة مستحيل تنعاد بهالطريقة. ها مستحيل. وطبخ استحالة يكون بهالحماس هالمودة وهالحب. ها يطعن ذاك اليوم كثرت خسرت. وشو ذا؟ ما ادري. اعطيني معجون. هي ذا هي نفس اللي عندك؟ خلاص انا بجيب ذي. المكرونة الى الان ما بديتوا فيها يا شباب. جميل. في تكتيك غريب صراحة بين الشباب هنا. طبعا مضغوط المكرونة صح يا نواف؟ يا رجال على طول احطها خلاص. خلاص ها؟ مضغوط المكرونة كما ترى عز المشاهد امامك الان. المكرونة باقي ما لمست، باقي ما لمست. وانا اعلم تماما انه صراحة المويه كذا دحام من اكثر الشعار في البرنامج واكثر الاصوات اللي اذا طلبناه شيء يعني ما شاء الله تبارك الله خدم الموقف. دحام امامك الطماط والبصل باقي ما تقطع. ما باقي ما ايش؟ باقي ما ايش؟ ما تقطع. ما تقطع. باقي ما قطع. لكن يعني ارجوك تغزل في الطماط، يعني ارجوك الاحمرار الدوران. جميل جميل اللون، ترى كل شيء له ما شاء الله دلاله. تفضل. من حياها. الله واكبر عليك يا شيخ. من حياها صايره حمراء. الله اكبر عليك. سلمت. من حياها ها صايره حمراء. الله حاب نقول صح لسانك. لا تقرب. إيه؟ البصل. البصل تبكي عيوني. الله الله الله. من حياها. من حياها عنوانها. من حياها. من حياها وجميلة جميلة جميلة. صح لسانك. و لوس أنجلوس كتبتها. كتبتها في يعني أنا أتمنى صراحة كل بقية الشباب ما يكونوا مثل دحام، لأنه ما شاء الله تبارك الله يكتب حتى القصائد خارج المملكة. يعني أهنيك أهنيك. نعم. ولك شعريتك ولك جوك في كتابة. ولازم أنك تتعايش معها. أنا سألتها. سألتها ليه حمرة كذا؟ ردت عليك؟ ما ردت. من خجلها وحياة. الله. من حياها ما ردت. الله 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 الله. لما يكون شخص ناضج، شخص سوي عاقل. نعم نعم. مثل دحام كيف يتعامل مع الطماط، كيف يتعامل مع هل اللون الجميل اللون الأحمر. الله عوائل
يعني بصل وطماط إيه. هل تتوقع انهم يتوافقون بصل والطماط ما بينهم مشاكل في حياتهم الزوجيه الخاصه؟ أحياناً. ولا تخلى اي بيت من صح المشاكل في كل بيت، ولكن القلوب على بعضها، واتوقع انهم على قلب رجل واحد. لا هم هذه انثى ورجل، كيف على إيه قلب؟ صح. قصدك عائله واحده. نعم نعم. طبعا الاطفال هنا موجودين في البيت نعم. نايمين. نايمين. الفلفل نايم، الثوم نايم. حلوهم حلوة. طبعا هذا أخوهم. ها؟ هذا أخوهم. أخوهم الكبير. إيه. الثوم. شوي عليه قنصة. ترى سبحان الله في أي عائلة تلقى واحد كذا مرضوخ شوي في العائلة. هم هذول نايمين شوف. نايمين إيه خلهم، ترى إزعاج الطفل مصيبة. خله يعطيك العافية. بسم الله عليه، يعطيك العافية دحام. كل التوفيق، وحيندمجون مع بعض أكيد. إيه يعني هي فترة زمن بس، والعائلة تندمج إن شاء الله بعد شوي مع بعض يعني. في بيت. في بيت واحد. واحد. في قدر واحد. صح. في مع قلي واحد. الله الله. يروحون إن شاء الله يسكنون في عايض الفارع. بإذن الله. بيسكنون في عايض. رحلة. بإذن الله. ما يقدرون يغيرون هالرحلة. بنشغل لهم أنا فقدت الغالي اللي مقام. أنا فقدت الغالي اللي بس دحام يعني ما لقيت العايض، ما في تغيير رحلة تبديل برسوم حلقة عشان يلقون أهلهم الوصل، عرفت؟ الأقارب اللي والعوائل دشنون دخولية الجماعة يعني كن... عطني مثلا حسن العجمي، عطني بندر، لا يحسون عطني بالجفة. تركي يحسون بالوحدة، بس إذا دخلوا هنا بعايض في كوكب الجماعة كلهم راقدين. الله 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 الله، كل التوفيق للطماط والبصل. الله كل التوفيق لبقية أفراد العائلة. جميل جميل لما يكون نواف السند يحضر مضغوط المكرونة، بدأ في تقطيع الدجاج هو دحام، بدأ في وضع الموية في القدر. أرضى حط موية حارة عشان ما حد يقول ذا ما يعرف يطبخ، لكن ما في سخان. لا إيش قلتك في بداية الفقرة؟ قلت احنا قننا الاشياء في المطبخ عشان ايش؟ بس عشان ايش؟ عشان نتقنن، عشان تتقنن وعشان توجد حل لهالمشكله. نواف نواف خلاص تقدر، اقول لك تقدر تاخذ لك مويه حاره من غرفه النوم من المطعم، تقدر تشوف لك اي حل. بس انك انت قل ما بي ما بي. ها هو قالها بلسانه امام الهواء. بحطها عذر. عذر بحطها عذر اصلا. عذر صدق. انت انا جايب الكرسي ذا عشان تحط عليه كرتون مويه الى وين؟ يعني انا ما اغلط على الكرسي صراحه وعلى المويه. انا اسف. انت اسف. إذا انت اسف ما تكفيك. ايوه اعتذر لك. ايوه وانا اسف مره ثانيه. الله يا لا شاعريه الشباب اليوم، مشاعرهم احساسهم احاسيسهم جياشه صراحه. جميل جميل تعاملهم حتى مع قوارير المويه لما تكون فاضيه برضو. جميل لما يكون المتسابق بهذه الرقة بهذه الرحمة على كل أدوات المطبخ وعلى كل من يعني صبت دموعي مثل صبت العلبة وسط القدر. الله ما الله هذه ما حزنتني دحام. لا حزنتني نواف. فيها صورة فيها تصور. إيه؟ تصور مبدع. نروح أنا وياكم إلى الجميل والأنيق دائما وأبدا الصلصة. الصلصة لها قصة أخرى، لها وجود آخر في المطبخ، لها مكانة خاصة في قلب محمد. حدثني ماذا يحصل؟ الصلصة. الله الله. الصلصة. الصلصة الحمراء أو معجون طماط من الأشياء اللي توازن المكرونة. اليوم نمدح المكرونة صح؟ شيل وودل الصلصة. وتضع لها مكانة خاصة في قلب كل في قلب كل قدر. في قلب كل شو اسمه المكرونه في شريان المكرونه. اكيد. جميل جميل. والدليل انه لها 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 رونق خاص، لها طابع خاص. الصلصه تغير حتى لون المكرونه، تغير اللي ما يتغير هذا يعني. وهذا الدليل. مكرونه بيضاء تصير حمراء كيف؟ بالصلصة. يا سلام. الله كبسة الله. بيضة تصير حمرة كيف؟ بالصلصة. يلا عشان كذا أبو رحمن أبيض. عشان كذا أرجوك عزيز المشاهد كما ترى أمامك الآن تأثير الصلصة على كل من حواليها. كن أنت مؤثر بين عائلتك، كن أنت مؤثر بين أفراد أسرتك، بين عائلتك، بين حتى المتسابقين في البرنامج. كن صحيح. من يؤثر على الشباب. لا
تكون انت من يتاثر. طيب قل لا اله الله. حق لا اله الله. اول مره اشوف نواف مشتط في المطبخ. مشتط في المطبخ. اي ليه؟ لانه قال اني خسر. ذال انك تخسر. انت يا نواف. انت ذال انك تخسر ولا هو؟ هو مشتط اليوم. اللي هو اللي ذال انه يخسر. ذال انه خسر. ما اتوقع نواف يقول الكلام. نواف. نواف. مسألة اني اخسر في المطبخ هذه نادرة ترى. يعني هذه من النوادر. طيب شباب خلينا نعلنها تحدي. مين يكسر؟ نعلنها تحدي. نعم يكسرها. نعلنها تحدي. تحدي. نواف ايش تقول وش تصرح؟ دقيقة. نواف ايش تقول وش تصرح؟ اليوم المطبخ يوم الاثنين. مبروك يا فايز. مين لمين 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 لمين؟ أنا أرقص وهو ودوني. لا 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 بالحين. حلو. نواف يعلنها صريحة واضحة ويقول مبروك الفوز لك يعني من بدري. من بدري يا رجل. دحام ايش تقول؟ أقول شوف تحدي تحدي والتحدي يبي شجاع. حلو. ولا في حبة خشم ولا محنية. حلو. هل القوطي المزاز تلقاه في الدكان ولا سيو بحدين تلقاه في المطبخ. الله. الله الله الله. خوي. ايوه. على الصدام. رد عليه ايش تقول؟ رد عليه يا ابراهيم. على الصدام الامامي. الله. شوف. نعم. ويا ايش؟ هو الخوي. ويا ايش؟ يا ايش؟ يا يا كنترو. كنترو والله صح. واضح انك مصحصح. طيب اسمع بالبوكس. طيب سمعنا تصريحات الشباب وباقي تصريح محمد اليابسي النجم الثاقب في هذا البرنامج. ايش تقول ردا على نواف ودحام؟ انا ما اصرح من هنا لين يخلصون بخلص وعلى طول وانت وحنا نقيم بروح برقه. الله الله باذن الله. ضامن الفوز. نعم. حاط لك جيبك. ما خسرت الا مره واحده. جمهور نواف السند. جمهور دحام. مع مين خسرت؟ مع نواف. الله الله. تحس انه انجزت كذا. لا لانه معي. لانه معك. نواف السند. عندنا 250 ريال رصيديه في البرنامج او في الفقره. الحمد لله. ودحام نقول لجمهورهم اليوم ولعوا الدنيا. ولعوا الهاشتاقات. ولع الدنيا. ولع الليله كلها. دحام نواف يستاهل. السلايل ولعوا. الفريق هذا النجم صراحه اللي انبثق من عمق البرنامج الى اعلى قمه في البرنامج. نواف ودحام اجتمعوا اليوم في فريقين اقطاب البرنامج مع اليوم في المطبخ. فاتمنى صراحه ان تقفون وقفه جمهور قوي لهالفريق اللي يستاهل صراحه. كذلك معي هنا الجميل والانيق وكذلك هو من اقطاب البرنامج الفنان صاحب الصوت الشجي. جمهوره من غير ما ناديه يقف الساطين دايم. الله الله الله. دايم الساطين يعني حمسهم شوي. صح صح. شوف الساطين لا شاف هو اني مثلا دخلت فيه حاجه سابقيني. الله سابقيني على طول. الله الله. 250 1250 ان شاء الله على الله. الله. كذلك معي احد اقطاب البرنامج شاعر البرنامج اسطوره البرنامج ابن الطايف طايف الورد ابراهيم بفمين اللي فرح يوم قال هذاك الطفل يا كنترول وصلوها لابراهيم بفمين. جميل ابراهيم. على راسي. جميل جميل. على راسي. اطفال يحبونك، كبار يحبونك، صغار يحبونك ابراهيم. كل التوفيق لك. كذلك لا ننسى انه نصوت لابراهيم ومحمد اليامسي. نعم. في 250 ريال لمحمد اليامسي الفقرة. شعل لها يا ابراهيم. شير بس على. وديها يا ابراهيم. يقول ارسل تحية للجموع الغفيرة. ايوه. جمهوري اللي في المواقف دواهي. حلو. انتم عصابة راس. حلو. انتم ذخيرة. حلو. انتم حزام من فوق الامتان زاهي. حلو. يا احباب ابو عثمان في نعم. كل ديرة. عز الله اني فيكم افخر وباهي. ونعم. ونعم. ونعم 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 ونعم. ما عليك الجو. طبعا احنا الشباب يعلنون التحدي على فيربوم. البرنامج بشكل كامل ولكن على محيط الان هو مطبخ القريه اليوم لانه قلت لك اليوم الدنيا مولعه. الدنيا ايش؟ مولعه. الدنيا مولعه بوجوده والله مولعه. حلو. لا 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 لا. حلو. لا 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 لا. جميل جميل. انا ما ابغى اشغلكم والله لكن بروح الدحام الجميل والانيق دائما وبقول لك يا دحام سمعني شيء شعل اللي في قلبي. تكفي نواف دي بس ولا عليك امر. جوجل ولا عليك مشكله. غالي بس الطلب رخيص. الله يغليك يرفع قدرك يرحم والديك. بس كلمات. شو حاضر ايش بغيت اكتب؟ كلمات اغنيه شوق. تغنيها صدق؟ في واحد يحبه ودي يسمعها.
اوف سم ايش فيك؟ اه جو اجن جوال ما تلبس جوال صح اشكرك تفضل الله 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 يا سلام عليكم يا سلام يا سلام شوق قلبي كبير عشق كثير ما لا خير الشوق الله هواك احتاج لا تنفس انا عشق هواك شوق قلب كبير عشق كثير ما لا خير شوق هواك احتاج لا تنفس انا عشق هواك ما اقدر على بعدك دقيقه ما اقدر انا ما اقدر خيالي انتو حقيقة والحب لك يكبر أحبك من غير كيف من غير ليه أحبك غيرك ترى مهما جرى لما أرى لا ما أبي شوق قلب كبير عشق كثير ما لا خير شوق هواك احتاج لا تنفسه انا عشق هواك تعبتني تعبتني عشان كذا خذ الجوالك هديه الله يسلمك يستاهل يستاهل المس الجوال هذا هديه لك دحام صدقني انا اقول لك يا هديه لك الجوال هديه هذا الموبايل ايفون هدية أهديتني لك. إيه؟ يجود علينا الخيرين بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود نجودوا نجودوا تفضل يا نواف جاد الله عليك لا صقعك عليك بالعافية جاد نواف له هدايا خاصة عندي يعرفها له هدايا خاصة يعرفها ياخذها ان شاء الله بعد البرنامج وفي اثناء البرنامج حبيبي الله يجعلك مرتاح ويجعلك دائم في الوجود يا ابو الله يطول بعمرك وتحيه كبيره للون الازرق تحيه للهلال اللون الازرق للهلال لبقيه كذلك الاشياء كل شيء لونه ازرق ازرق نبع الحياه جميل جميل اعزائي المشاهدين والمشاهدات خلاص هبت حاب اقول لكم انه معنا راعي خيري في هذا البرنامج وهو وقف الرحماء في هذا البرنامج شريك نتمنى وندعو الله سبحانه جل جلاله قولوا آمين إن الله يكمل وقفنا يا رب يا رب يا رب كمل وقفنا يا رب اللهم لأنه ما شاء الله تبارك الله أعداد كبيرة تبرعت في هذا الوقف ما شاء الله تبارك الله وصل الوقف هذا إلى مبلغ ما شاء الله تبارك الله كبير لكن إذا تشوفني أنت الآن وما شاركت في هذا الوقف البرنامج ما أنا زعجتك لا يكون في هذا البرنامج لأنه بقي له البرنامج هذا تقريبا أيام وينتهي لا يكون ما شاركت لو بالقليل في هذا الوقف يعني فرصة عظيمة لك احنا في شهر مبارك وكذلك جاينا شهر الخير شهر رمضان اسال الله ان يبلغنا واياكم هالشهر الفضيل ويرحم من كان معنا وفقدناه تبرع لك بما تجود به نفسك ما شاء الله تبارك الله الوقف يعني عنده مسارات كثيره مسار اليتيم صحوا لي يا شباب ها مسار اليتيم والفقراء والأرامل تفريج الكربة ومسار المريض وتفريج الكربة الطلاب ما شاء الله تبارك الله مسارات كبيرة في هالوقف تبرع بما تجود به نفسك أتوقع الكاشات الشباب مطلعينها على الهواء اللي يعطي الله عز وجل بيعطيه لأنه إحنا نتعامل مع رب العالمين إحنا ما نتعامل مع البشر أرزاقنا بيد رب العالمين الرسول اللهم صل وسلم عليه يقول ما نقص مال من صدقة بل يزد بل تزد بل تزد أو كما قال رسول الله اللهم صل وسلم عليه يعني أبشر ببركة في مالك وحالك وعيالك وبيتك ومستقبلك بإذن الواحد لكن أي عمل
نعمله، وهذا والله الكلام بيكون لي قبل ما يكون لك، أي عمل نعمله لابد يكون نيتنا خالصة لله سبحانه عشان تقبل أو يقبل الله عز وجل الأعمال. فما في أجمل من أنك تعمل شيء بينك وبين الله في الخفاء، لا أحد يدري عنه. لكن إحنا وضعنا في هذا المكان عشان نوصل لك أنه عندنا وقف، نوصل لك هالخير، لأنه الدال على الخير كفاعلي، فالله يجعلنا الدالين على الخير يا رب العالمين. ما قدرت انشر انشر، لأنه مثل ما قلت لك الدال على الخير كفاعلي. الله يكتب أجرنا وأجركم يا رب العالمين، ويوفقنا وياكم، ويا رب ما ينتهي هالبرنامج إلا وحنا مكملين هالوقف بإذن الله، بقيادة الجميل والأنيق وشيخنا في هالأمور وفي غيرها الجميل ناصر الغامدي، هو اللي صراحة يحمسنا ويحمس البرنامج ويحمس الوقف ويحمس البرنامج عفوا على اكتمال وقفنا في هالبرنامج. وما شاء الله تبارك الله خيره سابقنا أبو عبد الله في هالأمور كلها يعني، ودائما ياخذ بيدينا للخير. فالله يعطيك العافية أبو عبد الله ويقوينا وياك يا رب ويستخدمنا في طاعته. اسمع تستس هنا شغالين صح، مضغوط مكرونة. تصدق عاد أول مرة أسمع مضغوط مكرونة؟ ها عرفت والله تبعوا هنا اليوم ياكلون. هذا واضحة يعني الخطة واضحة واضحة. مشي 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 لا مشي كلامك قصدك. نشوف أنا وياكم أعزائي المشاهدين كما وصلت إليه مراحل المكرونة. نعم. في يد محمد اليابسي. محمد اليابسي حدثنا ماذا لو عاد معتذرا؟ ماذا لو عاد معتذرا من غير صلصة؟ من غير صلصة؟ إيه؟ ما يمديها زبطت والله. لكن شوف 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 هنا. أنت بتسويها زي الله عليك يا فنان حبيبي. طيب اذهلني أرجوك يعني، وأنت تتحرك سمعني أرجوك. الله الله. لف شرطان الذهب فوق المتون. الله. لفها يوم التوت فوق البياض، خاف غضات الصبايا يزعلون. سيدة البيض ما فيها تراض، حكى غصب عليهم يسكتون. وانسكت تسكت مع كل الرياض. يا جماعة يوم سلهم بالعيون قال يا رمشي من السام ارتقى. يعني احنا انا ابغى اسال شلون بنطلع من هالبرنامج؟ شلون نطلع من هالبرنامج؟ بنفقد هالاصوات الجميله صراحه، محمد نواف دحام الشباب اللي ما شاء الله تبارك الله. لكن العشم في مين؟ فيكم انتم اذا طلعتوا، نبغاكم تكونون على منصات التواصل موجودين يا شباب يوميا على الخشب. لازم عليه الطيب والله، لانه انت الان خلني اقول لك اياها بكل صراحه، انت الان في بدايه مشوارك، من بعد البرنامج تكون في بدايه مشوارك. شو الاسئله دي ولد؟ هو صدق يا ابو خالد؟ شوف انا فيك نفساكي في اخر فصل. المعذره والله المعذره، حاجه ضروريه. قلت له حاجه ضروريه ما ارضى لين تقول لي. قلت له والله ما اقوله. ايه وعدني ان اذا ما قالت قولها. اقولها لك بيني وبينك. اي على خشمي. لا امام الهوى الان. يلا لانه احنا في فقره مطبخ. ابى اقولها لك وقلها امام الهوى. لا انت قلها، انت اللي قلت إيه؟ له هذا حام يقولها. دحام تقولها لان قلت له. نواف يقولها. لا ما يشيلها. اجل من يشيلها؟ يشيلها ابو جميري. ابو جميري من يشيلها؟ ما يشيلها، انت تشيلها. انا ما اشيلها. اجل من يشيلها؟ يشيلها محمد. ابراهيم ما يشيلها. ما يشيلها. اجل من يشيلها؟ يشيلها محمد. محمد يلا. لا ما يشيلها والله ما اقولها. في سر. شوف بالله كيف انا اقول لك، انا مقدم الفقره محايد صراحه، لكنه في شوكه قريبه. شوكه في؟ لا امزح الان تجي. امزح والله ماني ماكل. اي والله يكرمك. اي والله النعمه ترى مهمه. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير؟ ثقيله. ايش حصل؟ ايش حصل؟ باقي لي 10 دقائق. 10 دقائق حلو يعني انجزوا الشباب اليوم. كم باقي وقت؟ كم باقي وقت يا كنترول؟ صفط. بنشوف كنترول يعطينا كم الوقت.
مخرجنا باقي 13 دقيقة يا شباب. حلو توقيتكم، حلو توقيتكم، حلو حلو حلو. طبعا نقول شوية بسرعة، الوقت أحس مشى الوقت بسرعة يا شباب. ها لا باقي معلش، باقي باقي كفك هنا. طيب يعني سمعنا شيء بسرعة قبل سمعك. يلا الله لا بس أشوف كذا التون طبقة الأوزون ما نوصل طبقة الأوزون يا أخي. أقول لك هذا فنان نفترض يكون لها برنامج الحالة طبقة أوزون والتون. والله تفضل إن شاء الله الوعد المسارح بعد البرنامج في اي بي يدس لك تذكرة. الله ان شاء الله. والله والله اراها يا حبيبي. نعم فيه؟ نعم انا احس انه بيوم من الايام حيصير فنان عظيم. نواف على روز مرحبا دحام. بس هذه اشك فيها، ما ادري مرحبا دحام بتصير ولا لا. لا لا تذكر كلامي من المطبخ يا ولع من المطبخ. والله تلقاه باذن الله على المنصات. جميل نسمع يلا. لا 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 ومثل صابية في الغواني ما تشوف ما تشوف نشرات الفل والنقش اليماني في الكفوف والعيون الدج من تحت المقالم فيها خوف مثل صابية في الغواني ما تشوف نشرات الفل والنقش اليماني في الكفوف والعيون الدج من تحت المقالم فيها خوف خوف يسبي الناظرين يبعث الحب الدفين خوف يسبي الناظرين ابعث الحب الدفين اوه يا معين. والله راح يا شيخ راح انت فايز راح تبغى تاخذ قلم. لا لا بقلبك بقلوبكم على راسي كلكم جاني افداكم والله يا سيد. يا لا 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 وراي وراي عشان جنبك تكون تكون عشان الإصابة الإصابة معك معك كذا يلا عيشي. إيه شوقتني قصر من عسير لا تنومه كانها عقد لول من على طول الحجازي كانها عقد لول من على عقد الحجازي ويا لا 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 يا لا 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 شوقتني قصر من عسير لا تنومه كانها عقد لول من على طول الحجازي كانها عقد لول من على فوق الحجازي ويا لا 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 يا لا 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 عمتي خاينة والدار خان. ليش ما تحطها يعني عشان أخاف ما يبرد عليك؟ شوف قصير هذا حطيت هنا. خلاص انت تقدر تاكل الحين براحتك. الحين بتاكل انت براحتك. لا انا لقمه انت تاكل. انا بعد الهواء وبعد الهواء وبعد الهواء بعد الهواء. والله تاكل وحده. انا على الهواء. والله انت تاكل وحده. استغفر الله. ملعق وين؟ طيب شباب اعطوني تحديث الوقت بسرعه او ولد لا دقيقه شباب اكيد مخرجنا بيكون معنا نواف في السند ودحك خليك انا بنزبن هنا طبعا انا عارف مخرج خلها بقص لا لا بنقص لا والله ما عليه المخرج هناك المخرج هناك هات شوي يا اخوي لا تشغلني حطينا ها ها نقص نقص دقيقه دقيقه امانه شيف لما مشي سريع سريع انجزها على طول نشوف انا وياكم ما قصرت ما اقدر اعطيك تقييم براحت باقي 9 دقائق يا ابو داحم شكرا لك يا ابو داحم على التذكير وعلى تحديث الوقت معنا 9 دقائق يا شباب باقي لكم على انتهاء طبختنا اليوم وانطلاقنا بهالرحله الجميله رحله فقره مطبخ القريه ايش بغيت؟ خذ راحتك انت تبغى ترتب معه
شغال على على فكره ابراهيم انت جيت من طايف شايف نفسك ليه ليه يعني كذا قاسي علينا لك انت تخيل وانا اطبخ جيت من مكة جالس هنا جالس هنا وانا اطبخ الله يسلمك الاهل في مكه ما شاء الله طيب سلمت والله ابو خالد طيران هبوط طيران ضياع شنطه طيران في ضياع شنطه في ضياع شنطه هنا ولا في مطار جده لا في مطار الرياض الرياض ودفع قيمة وها يا ناس يا كتر يا مطار يا عرب يا ناس يا طيار هذا اللي أخرك عشان وصولك البرنامج وخصموا عليك لا ما خصموا أنا سمعت إدارتنا مشكورة أنا سمعت إنه في الكومفيشن روم خصم عليك الكومفيشن روم لهم التحية والتقدير لكن تعرف يعني قصدك اللي أفهمه منك يا إبراهيم أنا بودي أسمع منك والله إنه هم يشوشون الموضوع وأصلاً ما بدون موضوع يعني نوعاً ما يعني ايه؟ هو طريقة الكونفشن روم كذا قصدك يصنعون دراما يصنعون شو دراما أنت عندك حدث في هو في حدث بس أنا أقول ما سمعت فلان تكلم إلا تكلم فيه يعني نحن الثلاثة شغلتنا مثلاً يا أخي تعالي دغري إبراهيم إيش فيك تلفلف أنت أنا أعرفك إن رجل صريح صادق طبيعة الكونفشن روم كذا طبيعة كلام اليوم طبيعة كلام اليوم كذا دهالي ايش اللي حصل معك الإدارة قالت ما في خصم بالنسبة لك صح اي نعم وطلعت مشكوري. في كلام مشكوري. اليوم وقالوا انت مخصوم عليك اي مخصوم طيب عليك. هم أنا... إدارتنا كلنا واحدة هم اخذوا المصدر من مين وانت اخذت المصدر والله من مين والله هم يقدحون عرفت وقدحتهم دي مسجلة لا ان شاء الله ما مسجلة قدحتهم بس على برنامجهم او على فقرتهم نعم انا اشوف انه لو ما وجد شخصيات مثل إبراهيم ما وجدت فقرة كلام اليوم لأنه فقراتنا كلنا يعني هي دعم للمتسابق البرنامج لو ما في متسابقين ما كان فيه أصلاً فقرات صح صح فأنت أنت الأساس صحيح أنت الأساس والبقية فروع والله هذا أنا أعرفه كلنا مكملين لبعض عشان نظهر بالصورة إذا أنتم مكملين لبعض ليش هم يخصمون وأنت قلت لي اللي دار ما في خصم طبعاً ما أخذوا خصم هم يحاولون ضغط المتسابق ضغط المتسابق قدر المستطاع يكون في شروط عرفت وهذه تراها في صالح المتسابق اعلامي اذا جميل. اذا ادرك ذلك فعلا والله والله فعلا تطلع عندك مناعه الجمهور انتقاد كذا كذا لانك هنا على مدار 90 يوم تطحن في الفقرات وفي الكومبيشن روم تعيد صوتك اطلع برا عرفت برضو النقد تاخذ من عنده مناعه وتاخذ من عنده مناعه جدا ويعطيك لياقه الله. وانا احب انه جميل لما متسابق يطلع في اخر البرنامج ويكون الله. عنده تصور كامل عن صراحه هالامور كلها يعني اشكرك يا ابراهيم اشكرك يسعدك ويبارك فيك ابو خالد طيب سمعني كذا حالي بتين قبل ما اروح طيب خاطري ارجوك يعني شيل بس سعد انا حسيتك شايف نفسك بس انا قلت انه في ضيع شنطه الله يشنا اللي يشناك والله العظيم يا ابو خالد يعني هي يمكن 24 ساعه والله شوف نحلف لك بالله متى كذا يعني الساعة البيولوجية استقرت يوم دخلت مع باب القرية الله والله العظيم لأني طلعت طوالي على رحلة ومطار ونزول وقابلت لها كذا بسرعة بسرعة والجوال يدق واتصالات وفك سبيس وسوي وما في نوم قلنا. وهذا يدق وهذا وتقابل ناس بس تمشي في الشوارع غيرت جو اي أيوة والله تمشي في الشارع ايش لانه هنا بس تمشي مساحه الابداع الى الهاوس والله العظيم اني في المطار اقول له واحد يا ولد المطار ما كان زحمه وش ذولنا قال اجازه ما ادري تعال هذا الامر اسمعك اي والله سمعني يا انيق عن دروب الهجر كفي الله ضحكتي من يوم غبتي مستعاره عفي من الهجر والطيب يعفي ما بعد طول الهجر غير الخسارة صاخي ان قلبي لك وما حاج كفي وطابعا حبك على قلبي شعاره ما عشقتك يلمها ولا انت شفي يدفع قلبي ونبضه وازدهارة صامل في حبك وهذا ملفي عينوني لو بواب الوزارة ما هو بقدري ما ندري ويش صفي مقدم الفرسان واكسر كل غارة غير هفتني الليال وكم تهفي وجرعتني بعد حالي هالمرارة ليه يوم قلبي على لقياك رفي سرتي اللي ينقلب تاره وتارة وأنا ما قدمت لك غير التحفي خدت ضيمك وبشري وانتي مجارة دمعين في غيابك ما يكفي حالتي حالة سجين ولا زيارة ما يكفي ما حصل لي ما يكفي يرحمي قلبي قبل يوم انهيارة هالزعل يحصل ويرجوك خفي كل شيء للهوى يرخص وقارة بكرة ان قالوا لمحبوبك توفي وش يفيد الدمع الأزرق من همارة
على راسي ابو خالد والله ولا قصور في بقيه الشباب. انت اقسم بالله العظيم انك شاعر نسخه. الله يبارك فيك وانت اسطوره. الله يرفع قدرك يا ابو صنعته مكه المكرمه. ولا عليك بيض الله وجه والدينك على هذه والله. لا والله احب خجل وتدري بمعزتك يا اخي. يا اخي انسان مقبول انسان جميل. انت تدري انه في ناس تنتقدك كثير؟ وانا عندي قناعه انه الناس اذا اختلفت على شخص هذا الشخص ناجح دام ما اخطا فهذا الشخص ناجح. خاصة حنو على يعني أمام كاميرات وجمهور. وحاب أقول لكم صراحة في هذه الأواني أنه باقي ثلاث دقائق وأنا أعلم تماماً أنه خلصتوا وقدموا الطبق. الله يبيض وجهك وشهادة وجهك. عزيزة وغالية تشرف بها منك يا عبد الله. الله يطول عمرك. قامة إعلامية لا يا وأدبية. أنا 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 تلميذ عند أستاذ لا اسمه إبراهيم لا الفمين. والله ما عليك شفت التواضع؟ ولا عليك تعلم زي. التواضع يا قدران خلاص. طيب شباب باقي أقل من ثلاث دقائق أرجوكم واحد ينقز كذا يصحي لنا عدد من المتسابقين خمسة ثلاثة أربعة اللي يصحى معك جبه. في أسامي؟ لا ما في أسامي إلى الآن ما في أسامي. أنا بنتظر هنا. مضغوط عنوان مكرونيا مضغوط. لا إله إلا الله. يلا شباب جاهزين جاهزين ترى اذا خلص الوقت الكل يخرج من المطبخ. دحام لا تنسى تشيل المريله انت مخيت الشباب تجون اذا خلصتوا. اه يا رب انت صادق نواف طف الفرن. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شغله صح بس ما في دقيقتين باقي بحطه ميكرويف. لا شغله شغله ها منو صحي اللي ودك صح. لو تبغى بغيت أقول الجن والعفريت صح اللي ودك صح أي عدد يعني من المتسابقين. خلنا نشوف مين بيصحي هناك. أنا ودي أسألكم سؤال أنت أبو خالد وش خطتك في رمضان؟ إيش الفعالية اللي ممكن تسوي؟ أنا سألت سؤال في السناب قبل شوي وأنا جاي وكتبت عليه أنا عندي مشروع إن شاء الله ما شاء الله أرباحها مضمونة في رمضان بإذن الله. يعني مشروع استثماري ودائما أسويه في رمضان اللي هي سفرة إفطار في الحرم المكي. واللهم لك الحمد والله يرزقنا الإخلاص يا رب العالمين في القول والعمل. لكن أبغى سألت في السناب قلت وش المشاريع اللي بتسوونها أو الفعالية اللي بتسوونها في رمضان؟ حرام رمضان يمر عليك مرور الكرام يكون مثله مثل أي شهر. لا يعني خلك استغل مع الله في هالشهر في فعالية حلوة تتميز فيها عن بقية الشهور. إيش الفعالية أو إيش المشروع اللي في بالك ممكن تسويه في رمضان؟ والله يا أبو ولا إلى الآن؟ شوف خلينا نتحدث لك عن السنين السابقة جدولي في ممتاز. في رمضان كنت أعمل في رئاسة الحرم المكي. يا سلام نعم أفطر يا طول عمر في البيت من صالة المنزل إلى السلم الكهربائي اللي يطلعك على الحرم يعني من دون اي مبالغه يمكن. استاذنك يا محمد ترى باقي اقل من دقيقه خالص. انا امي تغسل ملاعق. اي لا تغسل ها سم سلمت انا يقول لي سلم فاقول لك يا طويل العمر السلامه من صاله المنزل من صاله المنزل الى السلالم الكهربائيه اللي تحت النفق خمسة دقائق. ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. انا ساكن في هذه كدي الأكرة قهوة. هذه قهوة طيب سلمت. فدوام في الحرم جدا جميل. الله يرفع قدره تقهوة. الله يرفع كان عملك في الحرم ها؟ بس موسمي عرفت. وطبعا حياتي أنا ساكن جنب الحرم يعني فأطلع فيه عندي بريك يعني. أنت عشت الأجواء جدا جدا أجواء الحرم المكي. إبراهيم أقول لك يا بكل صدق والله ما أكذب عليك ولا أكذب على الناس اللي تشوفنا، أنا عشت أجواء رمضانية العام الماضي في الحرم المكي واللي قبل الحمد لله، بس العام الماضي كان مكثف. انتهينا من الوقت يا شباب، ننتظر إخوانكم المتسابقين يقيمون. عشت الأجواء الرمضانية جدا جميل في مكة وفي الحرم المكي تحديدا، أقسم بالله العظيم إنها أجواء مختلفة روحانية صح. يعني من الأخير أنا شفت ناس يعني أقول ما شاء الله تبارك الله، هالناس سخرت أنفسها لتفطير الصائمين في ساحات الحرم. يعني ما شاء الله ترتيب تنظيم يشلون الحاج وعفوا المعتمر واللي جايك مكان بعيد من فوق الأرض حرفيا. العالم مبسوطة الأجواء جميلة أجواء فيها روحانية عالية تماما
ويعني ما شاء الله تبارك الله زي السفرة اللي عندي قيمة الوجبة فيها 15 ريال واليوم بطلق المشروع طبعا في السناب الله يبارك فنتشارك أنا واللي تابعنا من الناس واللي يقدر يفطر له صائم جارك مسجد بيتك أكيد بعض المساجد الحواري فيها سفر صح فطر فيها خذ شوية من السمبوسة أو خذي شوية من السمبوسة شوية من الشوربة وعطيها عامل المسجد جارك ترى من فطر صائما هذا حديث الرسول اللهم صلى الله وسلم عليه من فطر صائما كان له مثل أجري ولا ينقص من أجره شيء الله أكبر يعني يوميا لا بد يكون عندك تفطير صائمي ولا عندنا برضو ميزة أنه تقدر تفطر 30 صائم مثل 30 يوم 450 أو 415 لنا حق عليك إذا طلعنا تعطينا الرابط ونشر على وجهي والله يرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم اللهم الله يجزاك بالخير أنا لما أقول لك مشروع أنت تبنيه زي هذا وتوقف عليه وتشوفه شيء عظيم صراحة شيء عظيم دحام خلني أستغل هالوجود أنا باك تلف إذا أمكن عشان يكون وجهنا هناك شباب بيقيمون أعطني ورقة محمد دحام بسألك واسمح لي حتى تتفاجأ أنت من السؤال أنا شفت في جلسة كذا وشفتك أو سمعتك قلت قصيدة وبعدين وقفتها بقول لك يا من الأخير أتوقع أنها قصيدة للأم وتأثر فيها تأثر فيها حاتم وأنت وقفت القصيدة صح؟ ممكن تعطيني القصيدة من أول إلى آخرها؟ أبشر في هذيك اللي كانت في ذاك اليوم خيمة جاكو فيه البارح على المغرب أو بعد صلاة أنا أسمعك بس بسجل سلمت إيه سلم سلم شلت لي شيلة البارح ثلاث أربع بيات كذا كانت تكملتها بتكون عن الأم فوقفتها لأنها كان عندي حاتم إيه وقفتها عشان حسب حاتم أنا وقفتها عشان حاتم عندي الله يجزاك نبشر على خشمك هذا والله دلالة على قلبك الرحيم صراحة الله سلمت يرحمنا وياك المسلمين والمسلمات جميعا أبي بس أرى عليك أمر نفس اللي قبل شوي إيه أنا عليك أمر لا خذ راحتك كلمات من إيش ناظف قلبه كامل طيب عندنا مكرونة مضغوط المكرونة مضغوط المكرونة وعندنا الشيء الثاني اللي هي وش اسم الثانية مكرونة مضغوط المكرونة وإيش الباستا الباستا اي هذه الباستا قصدير نبدأ سم انتهى سلمت يا ابوي الهوى معك كلنا طوعا لامرك الله يرفع قدرك يرحم والديك الله كل ما فاضت عيوني بشت الاضلاع غنى الموارد في الضلوع وكل ضلع فيه وانا التمني ما يحقق هقوة القلب انتمنى بس قلبي ما يداني تبعد الهقوة منا ووجودي واجد من جلي عند يا روح مجنة تو عمره عشر واربع والليالي ما تحنى ما وراه إلا عجوز واخته وعود مسنة بين فقر وبين دين وبين ضيم وبين منا ما ذبحهم غير دمع من الغبينة ما يكنا والمنسود الليالي بالمصايب يبتلنا راح مثل الذبوح
هبلت حياة الذيب ظنا ومن والموت يومي بين مخلبه وسنه راح ينقل دم قلبه وانضواه الليل ونه الذيابه مروحاته والسيوف يدورنه لا تذكر دم لا ذكر دم القرايب عانى قلبيدا وثنى وان تذكر ضحكة امه زاغ قلبه مما غنه ما يلوع في حشاه الا لشاف البرق سنة غاب 10 سنين ما به من يرد العلم عنه انحداه الخوف منه هزت الاشواق منه يوم طال الوقت عود للديار اللي ربنه قال ما دام المذله والبلاوي يبتلنا والله ان الموت فلو طان بين الربع جنه ويوم وقف في المنازل ما لقى بيت مبنى غير بيت الا الهبايب والذواري يلعبنه راح يمه كانه اللي ضاربه رمح المطنه وعذابه ما درى النسهم بقعه يحترنه يوم قرب سمع له صوت من العله يحنى حصل امه عندها ضيف يقول الموت سنه قال يمه قالت عيوني إيه قال يمه قالت عيوني من الدمع انعملنا قال ابوي وقالت طوال النصايب قد خذنا قال واختي قالت اقفل قوم باختك معضى عنا قال ربعي قال سنين المجاعة فرقنا قال جيتك قالت ان الموت ما ظنيت وانا واستلامها نازع على ارواح روح مرجهنا ثم صاح من التفرق صيحة اللي فيه جنة دق صدره وانطوى من حر ما به طيشنا سلامتك صح صوتك صح بدنك بيض الله وجهك طول عمرك وجهك أبيض ولا أنت ولا تهول الله الله خالد بن مدعث الدوسري نعم جاراها الشاعر ناصر فراعنة ناصر فراعنة بقصيدة الله يبيض وجهك قصة وجهك يا بعد راس خالد بن مدعث ترى هو اللي يقول يلا ابن أم من القبلة مع حديرة نعم اللي شالها شبل الدواسر هذه شالها شبل الدواسر وبرضه يقولون أن فيها شو اسمه العقيدة ايش يقول ذا؟ ايش تقول انت؟ لو جيت اشتري لي ما فهمتك ذمه يا نواف قالوا ذمه ايش؟ بنشوف خل لين انت ذمه ولا ذمه؟ ذمه ممكن لا ذمه ذمه نعم محمد ايش اللي قاعد يحصل؟ ابى اتاكد بس خلينا ينتهي التصويت طيب انت قول لي في تصويتين جت من غير كل دقيقه محمد كل البرنامج وانت تعرف انه قائم على كذا لكن انا قلت لك في البدايه لانه هذا الشيء انا ما اقدر اسيطر عليه هذا في ذمتك انت كمتسابق اي انا اقول اذا انت قيمت أدري اذا أدري. قيمت في غير ذمتك ترجع لذمتك يا سلام انا اقول ذمتك اي خلها ذمتك نواف ولا اذا انت تمتن انا ما اتكلم عن نواف طبعا اتكلم عليك انا صوت الحين انا ما وجهت الكلام لك اللي قاعد تسوي خطا اللي قاعد تسوي خطا استاذ عبد الله ايش سوى استاذ مكرون استاذ عبد الله استاذ عبد الله رجل هذا الله يهديه غشاش احبه وعزه وقدره وما اسمه لكن نعم هي الله يحيي اذا نظامكم تقلب الله يرفع قدرك لا والله ما تحب الشاشة. لا والله انت اشكالك صقر اللي خلص الحلقه هذا ولا علي والله انه صقر عز الله مقامك وخلص يقول خله بس يقصد هذا مضغوط مكرونه خلاص واضح بس اشكرك نواف املنا بالله ثم الجمهور والله حلو بالشوال ركله هذيك انت تاكلها جالب العافيه ما توكل بس دي زاله لنا طيب اكتفينا بال يا دحام يا لبيك اردك الجوال مرتين تغني تاخذ راحتك تقعد مساحه ليش قاعد تناظر لا لا وجه لا تعطيني وجه طيب يا رب ان السحب عندي يا رب افوز يا رب افوز يا رب تطيح ما اخذه يا رب تطيح ما اخذه يا رب افوز شو اسمك والله العظيم انه الى الان معقوله تصويت المتسابقين وتصويت الاعداد النتيجه الى الان عندي متساوي يا سلام كيف تساوى والله يا المضغوط حول عليهم يا جمهور تسمح لي يا ابو خالد والله كيف تساوى نعم دقيقه جيب الصحون لا لا انا لا انا
لن شوف لا تشككون لا تشككون يعني بتشكيك لا لا شوف اي نتيجه اضعها انا ممكن تشوف ممكن تشوف هذا تقييم هذا تقييم اخوياكم دقيقه بعلل بعلل على الموضوع لا لا تعلل مو فمه قاعد ياكل في القستير يخلص بكره لا دقيقه ما هو انت ممكن نسمع يعني اقفل اي والله ما هو بنت يعني قصدك اخوياك مبروك اي ما اخوياك عاد بينكم صح انا اقول كيف تساوى يا اصدقائي هذه اليه وضعها وضع اعداد الـ 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 القناه وحنا مشينا عليها انا ما كنت في بدايه البرنامج راضي عليها لكن احنا خلاص احنا انتهينا من البرنامج على كل حال مشينا عليها 80 يوم يعني. على كل حال باقي تصويت الجمهور هو اللي بيفرق صراحه معنا عشان تكونوا معي في الصوره عشان تكون تقول عبد الله ما عبد الله هنا الباستا الباستا اللي هي طبخه محمد اليابسي ممتاز وطبخه ابراهيم قيموا عليها ثلاثه شوفها ثلاثة صح وهنا مضغوط المكرونة قيموا عليها اثنين دقيقة يا أخي ممكن دقيقة عز الله أنها دزي هم هذه كل إذا هو شر أخوياك هو ذكي وأخوياه باعوا الذمة هل أنا معرفة أطبخ واضح هل أنا معرفة أطبخ نفس ما حصلت في المطابخ وتحديدا معك معي هو معي وزعل ها يعني هو معي وزعل لا تحط على خويك الحين وقت كنت أقول مثله هو معي وزعل كلنا زعلنا هو ما يزعل انا 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 ما هو انتم بكيفكم على كل حال هذه الاليه هذه الاليه مخترقه معلب الاليه ممكن مخترقه اللي حطها اعداد القناه خلاص انتهى السؤال اللي عندي هل انا ما اعرف اطبخ نعم طيح نعم. من عيونكم انا ممكن تعرف والله ما لو سمحت والله ما اشرح لكم عشان دقيقه اشرح لكم حلو حلو الاعداد اعطى انا اول مره اشرحها بس انه في تشكيك انا شايف من عيونكم في تشكيك عشان كذا اشرح على كل حال يمك يا عبود ما هي مشكله عشان توضح الصوره وتروح عند اخوياك تناقشوا 15 كم وصلنا الحين هنا مضغوط المكرونه 20 2 3 الباستا 3 اشخاص 30 20 30 اعطى الاعداد 15 اللي مضغوط المكرونه الاعداد بيد 20 مضغوط المكرونه اعطوه 15 الباستا اعطوه 5 ليه ليه عليه والله العظيم ليه اعطوهم 5 والله سهدز رأيت دق عليهم ها مستحيل ولا انا ما خدت والله ما شفناه بالعقل ايش ايش اعتراضك ليش اعتراض شيء ما هو منطقي خلنا نضيف نظافتنا وامور وزب لا 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 الاعداد لا ولبس دقيقه نظافه المكان الوقت وقت انا بعطيك البرود اللي هم يقيمون عليه نظافه المكان نظافه المطبخ الوقت في بنت ثالث عنده شكل الطبق هذا هذا تقييم الاعداد عليه 20% هي قسمها كيف ما ود الاعداد حلو 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 بينكم وبين الاعداد حلو حلو كم صارت النتيجه 35 مقابل 35 كم باقي لنا باقي لنا 30 باقي 30 اللي هو ايش تصويت الجمهور فتصويت الجمهور هو اللي الله يجعل محمد اليابسي وابراهيم وهمين يفوزوا بتصويت الجمهور يفكوني من صياح الله يجعل اللهم يا ربي اللهم يا ربي وريحني لن اه من 100 كلها طيب الله لا يطيب استاذ عبد الله يا عيوني اخوك عبد الله يا نفدى عينك جار الرجل هذا جاء واكل واكل من طبختنا وهي في ايش يسمونه الطاوه نعم في الطاوه من قال والله بدعتم ما شاء الله عليك طيب خليني اتكلم دليل راعي حق خليه يسال كلام 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 راعي حق خليه يكمل خليه يكمل كمل ابو عثمان كلام يا سلام لا لا مولع الدنيا نتيجه تفضل بعدين جاء يوم ان حطينا القسطيرتين في الفرن هذا نعم واكل قال والله يا عيال زينه الثالثه تخليني اتكلم يلا خلينا ما انكرت انا صح طيب حطها في ذمتك ولا من دون ذمه لا 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 هو ما انكر هو زعل انك طيب وقف بطيء الفريق ذا ملخبط يعني بكل صدق يقول اسوي كذا يقول انتوا ليش كذا انتوا ليش بعتوا القضيه الان ختاما انتوا ليش ختاما باقي تصويت الجمهور ختاما حتى لو بس ختاما حتى لو بس ختاما حتى لو سؤال واحد لا في الدم ولا في شيء بس انصافا ضميرك حكم ضميرك حكم طبختنا ولا طبختكم ضميرك بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا ليس بالنسبه ضميري انت بتسال بالنسبه له لي انا ليس بالنسبه ما هو وكيل ادم على ذريته اها هو يتكلم على هو وكيل ادم على ذريته يجون يقيمون طيب سؤالك عشان نختصر بس قيم هنا وقيم ذمته لا خلى من دون ذمه ضمير بالنسبه لي بالنسبه لي الد 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 بالنسبه لي انا يا نواف اي بالنسبه لك اكيد مضغوط بالله دقيقة بالله دقيقة صدمتني بس شكرا لك انت برضو مصوم؟ لا اتحدى انا اعطيك 1000 ريال رصيد كل صحك والله اني بتغدى والله اني بتغدى
لا 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 مو عن لا 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 عبد الله قاعد يسكت على طبخه اللي ما يعرف يطبخ والله الذي لا اله الا هو انه ما يعرف يطبخ انا احلف بالله ما يحتاج يمين يسار طبختنا حلوه لكن طبختهم انا بالنسبه لي احلى اي لكن طبختنا حلوه والله طيب شباب دي الطبخ الان فيها تكافؤ بمعنى انه في ثلاثه هنا اصوات لا ما طبخت بيدي طبخت باذني باذني نازله الشوت دقيقه في تكافؤ في الاصوات في ثلاثه يعني نوع ما تكافؤ في ثلاثه اصوات في صوتين الطبخه الان اشكاليتنا مو في الطبخه اشكاليتنا الان في التصويت معليش عادي التصويت فزنا خسرنا ما عندي مشكله انا بلزم هذا بلزمه نواف نعم ليه والله على اثنين اللي ايش اللي حصل من نواف والله ليش اضحك دقيقه انت قلت لي ليش المطبخ انت تحديت ياكل ولا دقيقه تحديت ياكل ولا انا قاعد ياكل يا اخي ما نقول شيء في هل هو قال شيء تعال ابو عبد الرحمن هو قال شيء والله بجيك بس خلني انا ما ادري انتم ليش مشتطين كذا منع اول مره تسطون ليش ليش يا فلان صوت هنا ليش يا فلان صوت هنا ليش ايوه السؤال طيب يا فلان شوف نواف زعل منها انت قلت دقيقه انت قلتها يا نواف منهم انت قلتها ليس قولا ولكن لم لا انكر ولا اثبت نعم هو زكي شفتوا يا عجاد تقر بذلك اصلا تقر ما تقارن شباب والله الاعداد يقول ما سمعنا شيء هذا كلام الاعداد شفتوا هو ما سمع خلاص شوف شوف لا انا ببتها يمين وخليه بت لا 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 على اليمين لا عشان ننهي الموضوع دقيقه لا احنا احنا في محكمه يا محمد لكن انا بقول لك حاجه عشان طيب خاطر شوف هو زعل اقول ايام زعل هكذا ممكن اقول لك شيء تفضل احنا عندنا آليتنا مخترقة شوي تغير وهذا كنت أطالب فيه عشانكم أنتم آليتنا مخترقة شوي لتصويت المتسابقين عشان كذا أجي عند الشباب على الهواء مباشرة أخوياكم حنا شوية طولنا في هالموال لكنه قلنا يا شباب ذمتكم بدها عن سالفة هذا خويي بصوت عنه أو بصوت له بد ذمتك ذمتك أولى هذه فيها نتيجة الرصيد هذا ممكن يأثر على المركز الأول إلى آخره صح هم عندهم الفكرة هذه إذا ما هو إذا ما هو بكفو للشيء ذا لا يقوم يقيم أيا يكون هذا الشخص كلهم كفو خلاص تام معهم أنتم وأنا أتفهم والله تفهم. أشوف حقك طيب 30% تكفل القانون راحت والله لا تفهم 30% اثنين اللي صوتوا راحت لي صراحة مدى أبو خلنا أعطيكم النسبة نسبة التصويت نسبة التصويت اليابسي ما يبي رفعت اثنين اليابسي أبو عثمان كفو 63% مقابل 37% طيب هل تنكر اقعد اقعد خل قلبك على راسي والله اني اعترف شباب ممكن اعلن النتيجه صن صن اعلن النتيجه يا نعم 63% تدرون قبل ما يموت قبل ما اعلن النتيجه يموت خله اعطوا ما اعطوا ما اعطوا ما لا 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 تسوون يموت يبون يموت لا الله يغفرك ذنب طيب لا تاكل اصبر لا تاكل ترى ما اكلت يا هذه كلها شباب ناخذ 250 ريال رصيديه انا ادري انك مشتط اصبر نعم الان مشتط اصبر فزت خسرت والله اني مشتط طيب 250 ريال نعلنها نعلنها يستاهل خلاص خلاص يا دحا يلا ان شاء الله نعلن 250 ريال عشان يروق انا بنهايه المطبخ بس مسوين دعم وحركات الله ما خليك فيها يا نواف زات تدري ليش اضحك الف مبروك لا بس ألف مبروك الحاصل على 250 ريال رصيدية من أربع المتسابقين نواف السند يلا أبو إبراهيم محمد دحام إن شاء الله عندي ولا عند أبو صالح ستوب الله مبروك الله يبارك 250 ريال دحام شكرا له ما شاء الله شكرا استاهل الغالي استاهل الغالي استاهل ولو أن لو توك أنا جوي صراحة شوية يعني أستمتع صراحة فيها لذتي هالوقت صراحة اللي فيه شوي من التوتر بين محمد اليابسي وبين دحام وبين دحام محمد ومحمد ونواف إبراهيم التصويت يقول عزيزي محمد 63 مقابل 37 عندي ما يبي لها واحد اثنين لا شكرا خذوها محمد إبراهيم أو اقعد دحام ونواف قعد لا والله لقف والله لقف لا احتميها ان قال الله كل ما باقف بكى الوضع صراحه متوتر بين الشباب تعال بصال الوضع شوي صراحه تعال بعد تقييم الشباب الوضع ازداد توتر عند محمد ابراهيم فوز انا وابو صالح نعم الله وجهك الف مبروك لمين
للحاصل على 2000 ريال رصيدية دحام الأنوار في فقرة يا رب مطبخ القرية يا رب. شعللها يا كبير، طلعها يا كبير، ولعها يا كبير، اطلع فيها يا كبير، حتى لو زعلت الجمهور يرضيك، حتى لو انت راضي الجمهور يزيدك رضا. مدري الف مبروك الدحام نواف. مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك مبروك، مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك مبروك. ودهم ودهم يا لا 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 شباب بينهم صراحة بينهم هواش اليوم، الله يحل أمورهم. بس أنا سألت نواف وقال لي لا والله مو قلت حد صوت المبروطين والله، لكن عادي أبو صالح حلف نواف ومن حلف فصدقوه. أنا بروح ومحمد اليابسي خوينا. طب روح راض خويك، روح راض خويك. ما شوف ما ينفع على طول، ما ينفع اني ارضي على طول. طيب اروح نسجل عنه انا. محمد اليابسي يبدو زعلان اليوم، واشوف من حقي لانهم صراحه اجتهدوا اليوم، لكن نقدر نقول لهم هارد لك، ونقدر نقول نواف الدحام مبروك الفوز. الى غدا وهو اخر يوم للمطبخ، غدا بما يخص عبد الله الجميري التقيك باذن الواحد الاحد، وانا حزين جدا عشان اودعك. شكرا عزيزي المشاهد على المتابعه، مبروك يا شباب. غير شر شكرا، ان شاء الله باذن الله اشوفكم اذا. بس هذا اخر مطبخ لي معك من غير شر. بالله صحيح والله؟ اي والله. نلتقي ان شاء الله في برامج قادمه باذن الله. باذن الله انت وابو سيد باذن الله باذن واحد. ودعناكم الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك. فيها بس بالله يراضي محمد اليابسي. في فهري ولا ما في فهري؟ اكيد انه في. نروح احنا الفهري ايش نسوي؟ والله ما ادري، بس راضي خويكم يا شباب. خويكم خويكم والله انا زعلان صدق. راضي تكفى. عنده هو القولون، اذا التهب عليه خلاص. اطلعوا فاصل له انت شوي بس انت فاهم. والله محمد ليش هذا عندك نواف اقتص منه. الله يدل نواف. انت زعلان منها نواف، انت زعلان منها كفرق شاسع، وانت زعلت منها. ممكن تهدأ الحين؟ ما تبيني ازعل؟ ممكن لا بزعل. انت ممكن تهدأ ابو صالح؟ هادي يا حبيبي، هادي سجن والله بلا طبه. خلاص يجي خلاص لو يجي اللي يجي. بس خلاص انت هدهد، راح اكل واشبع وروق بعدين اتفاهم معك.